كنتم مهملا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك علاوي وشلونك عبد الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة. نقرأ بالرسالة العملية عمل العامي بدون تقليد باطل. ما تعرفنا شنو التقليد وشنو منشأه وهل له أساس عند الأئمة المعصومين؟ التقليد هو تفويض المقلد أعماله إلى المجتهد فيجعل أعماله قلادة وشح بها عمق المجتهد، والمكلف اللي ما وصل رتبة الاجتهاد يجب عليه التقليد. أما عن منشأ وأساسه عند الأئمة المعصومين فالجواب كان الإمام عايش بالمدينة وتباعه بالكوفة والبصرة وباليمن وباقي البلدان. مثلا علي بن المسيب يقطع مسافة طويلة من قم إلى خراسان للقاء الإمام الرضا، ولما راد يرجع قال طريقي بعيد ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم دين؟ فقال عليه السلام من زكريا ابن آدم المعون على الدين والدنيا. فلما انصرف قدمت على زكريا ابن آدم فسألته عما احتجت إليه. فسيرة المجتمعات البشرية جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، فالمريض يرجع إلى الطبيب للعلاج، وليبن البيت وليبن بيت يرجع إلى المهندس وهكذا. فالرجوع إلى أهل الاختصاص أمر طبيعي. مبدا الاجتهاد والتقليد هو التطبيق المناسب للطبيعة البشرية. وانت إذا التفت إلى كل جوانب حياتك تلقاها ثلاثة أشكال أمور تسويها بدون حاجة سؤال أي مختص، مثل شرب الماء، الدراسة، الاتصال بالوالدة، أو الابتعاد عن أمور مثل شرب السم أو النوم على سكة القطار وغيرها. وأكو أمور مو واضحة عندك مثل شرب الدواء وتصليح السيارة، وأكو أمور تحتاج إلى سؤال المختص مثل حكم بيع دينار بالدولار، حكم شرب الماء الشعير، حكم الشك بالركعات. وهاي القضية فطرية، وحتى إذا كانت بوقت معصومين فأهل البيت يحثون على الإفتاء، فالناس تروح للزرارة بن أعين وأبو بصير. والإمام الصادق يقول هؤلاء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست. وحتى مع وجود الإمام الباقر كان يقول لتلميذه أبان بن تغلب اجلس في منزل المدينة وفت الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وهاي النخبة في زمن أئمة كانت تعرف برواة الحديث. بعض الدخلاء على الدين اللي يرفضون الاجتهاد والتقليد يصور لك رواة الحديث في الحديث المروي عن الإمام صاحب الزمان، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يصور رواة الحديث أشبه بمسجلات الصوت، فقط ينقل الحديث ولا يحق له شرحه ويستلبط منه حكم. يعني زرارة بس يردد روايات وكل واحد يفهم بكيفه. هذا التصور خاطئ. فالجزء السابع في كتاب الكليني تجد ينقلون آراء الفاض بن شادان وآراء آبان بن تغلب، وما نجد اعتراض للأئمة عليهم السلام إنه ليش فقط شرحون وما تذكرون الرواية التي ذكرها المعصوم. ومر عمر بن أذينة إجا الزرارة بن أعين وعنده روايات مغلوطة ما يعرف شنه الحق فيها وشنه الباطل. فزرارة قال سأحدثك ولا أروي لك شيئا. يعني إذا اختلطت عليك الأمور اترك الروايات واسمع مني زبدة الأمر.
فالأئمة وضعونا أصول للفقه القواعد والأسس وخلوها تراث الإسلام صامت إلى يومنا هذا. أما مخالفة الأخباريين فلا يعتد بها، لأن بمنهم لا يختل فيها الجوهر عما يطرحه الأصوليون، بل إن الاختلاف بالاصطلاح فقط في السيرة العملية عند الأخباريين هو العمل طبق مبدئي الاجتهاد والتقليد، حيث يرجع المكلف العامي من أخباريين إلى العالم منهم. زين، الآن المجتهدون هسروا على نفس الخط الذي خطه آل بيت محمد عليهم الصلاة والسلام. نعم، فالعلماء يمشون على نفس الخط، فالمجتهد ما يصير مرجع إذا ما يكون أعلم بالوصول بالفقه. ناخذ مثلا من عصرنا الحالي السيد الصدر الثاني قدس سره، فالسيد الصدر وضعنا القواعد والأصول بخصوص التقليد ومرجع التقليد في الخطبة الحادية عشر يقول بيها. خل نسمع ماذا يقول السيد محمد الصدر قدس سره. التقليد دين الإنسان، كأنما تصح به العبادات والمعاملات وينجو بها الإنسان في يوم القيامة، فإذا كان مؤمنا لله أو مستعملا للدنيا أو لشيء غير الاختلاس لله سبحانه وتعالى. أحمله وارميه بالزبالة، من الذي نرميه بالزبالة؟ وحاشاكم نرميك أنت المهمل. من الذي نرميه بالزبالة؟ نرميك أنت المهمل إذا كنت مهملا. صح، هي الصفة غير جيدة، لكن الموصوف يصير غير جيدا. حبيبي اتقوا الله حق تقاته، وقوموا تقليدكم وقوموا تقليدكم، لا يغرنكم الغرور. وقال السيد الصدر في محاضرة: واجب رجل الدين البشرية بدون مجتهد تكون ضالة ومضلة، وغير المجتهد لا تجب طاعته ولو كان من أفضل فضلاء الحوزة. يا صديقي كلامك جميل وشاهدك أجمل، لكن أصدقائي هم يقلدون السيد الصدر، قالوا إحنا ما نترك محمد الصدر وما نقلد غيره، ناس تقول الطانة علم مال 40 سنة، شو تقول على هذا الكلام؟ أيضا يا صديقي إنه من أيضا يا صديقي أنا ما أجاوبك من عندي، راح أذكر لك جواب السيد محمد الصدر قدس سره في الحوار الرابع، يقول: المرجع لا يستطيع أن يحدد موقفه، المرجع لا يستطيع أن يحدد موقف المكلفين بعد موته هو، وإنما يرجع المكلفون بعد موت أي واحد إلى موجودين الأحياء. أما أنا أقول إنه بعد موتي، مو أنا اللي أقول حبيبي صدر الثاني يقول افعلوا كذا وكذا، لا يجوز ذلك، التقليد يمكن أن ينتفي، الأمور بالولاية الوكالات تنتفي كلها، كأنما يتبدل المرجع بمنزلة العدم، كما أن جسمه يخرج من الشارع كذلك أوامره تخرج من الشارع. هل لديك سؤال آخر؟ أشكرك، نعم أشكرك يا عزيزي، رحم الله والديك، رحم الله والديك عبد الله، رحم الله والديك علاوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين.